النادي الأهلي العظيم، مساء الخير. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة في أسبوع جديد. مساء الخير، والبيت الجديد النهارده، البيت الكبير النهارده معاكم على مدار 3 ساعات. هنتابع حاجات كتير وهنتابع كواليس على الساحة الرياضية. مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الخير، اهلا بك يا سهام. طبعا بمسي على كل المشاهدين على قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهارده اكيد زي ما احنا متعودين معاكم دايما هتكون حلقه مميزه ان شاء الله. هنتكلم فيها عن قضايا كتيره جدا، وخاصه قضيه بتهم طبعا كل مدربي الدوري المصري. معانا ضيوف كبار جدا، الكابتن ايمن المزين والكابتن عبد الناصر محمد. هنعرف طبعا كواليس واسرار الدوري المصري، ونكتشف اسباب تغيير المدربين المستمر في مصر. ده دي مشكله، وده ملف احنا قلنا هنتكلم فيه. ولما دايما بنطرح ملف، ما بنتكلمش بس على المشاكل، لكن لا ان شاء الله في الفقره بتاعتنا هنتكلم على المشكله ديت، هنتكلم ازاي نحلها، ازاي يكون عندنا نموذج من ملفات اخرى مشابهه في دول متقدمه على المستوى القاري، ازاي ناخد منها. فان شاء الله تكون يعني حوار مميز جدا جدا مع ضيوفنا النهارده، وكمان على موعد مع النجم الرائع رمزي صالح. ده طبعا حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب فلسطين سابقا، وان شاء الله نستمتع بحوار جميل مع رمزي ان شاء الله. النهارده بس، وقبل ما نبدا الاخبار، عايزين نقول للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره الاهلي سلامات، الف سلامه. النهارده بيعلن عن اصابته بفيروس كورونا، ربنا يشفيه يا رب ويقومه بالسلامه. النهارده المهندس خالد مرتجي اعلن الاصابه دي على صفحته على تويتر، وقال الحمد لله على كل شيء، تحليل كورونا ايجابي، انا بخير، اسالكم الدعاء. اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفنا، انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. طبعا الف سلامه على مهندس خالد، وان شاء الله ربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله. الف سلامه طبعا المهندس خالد مرتجي، من القامات الكبيره في النادي الاهلي. مش بس هو موجود، كمان في مجلس اداره النادي الاهلي، وبيقوم مع زملائه بمجهود رائع على جميع المستويات، وخاصه على ملف الخارجي، الملف الدولي، لكن كمان على المستوى. انا طبعا المهندس خالد صديق شخصي، بقول له الف سلامه عليك يا باشمهندس، وان شاء الله تقوم بالف سلامه. وكلنا طبعا بندعي له، لانه من الشخصيات المحبوبة جدا على المستوى المهني، على المستوى الشخصي. المهندس خالد من الشخصيات المهمة والمؤثرة كمان في مجلس إدارة النادي الأهلي، ومن الناس يا سهام اللي بتشتغل، إذا كان موجود في مجلس إدارة النادي أو خارج، طبعا من، مش عايز أتكلم كمان، من عيلة كبيرة جدا من محبي النادي الأهلي وقامات النادي الأهلي. فألف سلامة عليك يا باشمهندس خالد. ألف سلامة. كمان قبل ما ندخل في تفاصيل أخبارنا، لازم نتكلم عن الأهلي اللي حقق امبارح فوز مهم على المصري البورسعيدي. بيواصل انتصاراته، رفع رصيده للنقطه ال 62، لعب 23 مباراه، امبارح حقق مكاسب كبيره وكتير لما فاز على المصري. يمكن اهمها استمرار الروح اللي لعب بيها الفريق في الدقائق الاخيره من مباراه الجونه. كمان بادجي المتالق اللي خاض مباراه رائعه امبارح، ونجح فعلا في انه يحرز هدف ويصنع هدف آخر، وأيضا ظهور مروان محسن بالشكل اللي يليق اللي احنا منتظرينه بشكل جيد. كمان أحمد الشيخ اللي كان يمكن عنده إصابة في الكاحل ويعني تعافى منها سريعا، ألف سلامة عليه برضو. ومبارح الحقيقة أحمد بذل يا كابتن هاني مجهود رائع جدا في، يعني في مباراة مبارح، واللي احنا عايزين نشيد بيه برضو أو نسلط الضوء عليه هو مشاركة صالح جمعة. صالح كلنا بنتمنى انه يستغل الفرصه دي ويكون ليه دور كبير في الفتره اللي جايه مع فريقه. وفي كلمه حتى لسه قايلها يعني واحد من زمايلنا، بيقول لي انا لما شفت صالح في الملعب حسيت ان احنا جبنا جون. واتمنى انه ده يوصل له، ويوصل له فعلا ان احنا بنعول عليه وبنسبه 100%، وقد ايه انت دورك مهم وفارق، واحنا منتظرين منك ان انت يعني تساعدنا وتسعد جماهير النادي الاهلي. طبعا دور مهم جدا. كمان خلينا نتكلم مكاسب النادي الاهلي كتيره امبارح قوي. انا في رايي الشخصي، خلينا نتكلم على صالح جمعه، وخلينا نتكلم بكل امانه، تاخير صالح جمعه في الاشتراك او الدخول القائمه ده بيكون في صالح اللاعب، لازم الناس تعرف كده. المدير الفني هو الوحيد اللي قادر على الدفع باللاعب، خاصه بعد غياب كبير جدا، ان هو صالح اشترك لمده 5 6 دقائق او 10 دقائق في الشوط الثاني. اكيد ان شاء الله لو هياخد او لياقته البدنيه، لان اشتراك صالح
على اللياقه البدنيه. يمكن فايلر كان دايما بيتكلم ان اكتمال الحاله البدنيه لصالح، اعتقد كمان الحاله البدنيه بس مش الحاله اللي هو بيتمرن كويس، الحاله البدنيه ان هو كمان اسمها لياقه المباريات، لياقه المباريات دي بيبقى حاله خاصه جدا ولياقه خاصه جدا. اشتراك صالح جمعه ودخوله القائمه وكمان اشتراكه في مباراه امبارح حتى لو وقته قليل ده الطبيعي انه طبعا بقاله كتير جدا ما اشتركش، بيشترك 10 دقائق وان شاء الله الامور تمشي وان شاء الله يشترك باوقات اكبر، لان صالح زي ما احنا عارفين مستنيه مباريات مهمه كابتن، مباريات مهمه هو كمان مهمة. عنده ومش هقول طبعا مكاسب، انت قلت مكاسب النادي الاهلي، لكن انا كمان عايز اقول من مكاسب النادي الاهلي ان تغيير طريقه اللعب 4 4 2 احنا محتاجين يكون عندنا اكتر من طريقه لعب، كلنا عارفين الطريقه الاساسيه 4 2 3 1 لكن وارد جدا في احد المباريات بيستغل وجود اثنين راس حربه. امبارح شفنا اثنين راس حربه، باجي كمان بيثبت وجوده وبياكد ان هو لعيب قادم بقوه جدا جدا، مروان كمان، فان شاء الله يعني دايما كده مكاسب النادي الاهلي مستمره على المستوى النتائج وعلى مستوى الاداء ان شاء الله. صحيح، كمان مشاركه عربي بدري كانت طبعاً مشاركه مهمه جدا مع فريقه امبارح، يمكن ما لعبش يعني مباراه برضو بشكل كامل بس وجوده فنيا كمان يعني زي ما انت قلت، لا مهم قوي ان احنا نشوفه في الملعب ونشوف باقي الناشئين ان شاء الله الموهوبين المميزين مع مباراة الأهلي اللي جاي. ده دايما من اهدافه جماهير النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، كان بتقول فين قطاع الناشئين، فين ناشئين النادي الاهلي. اعتقد يعني العرب بدر مع اشتراكه مع عدد دقائق صغيره لكن هو لعيب موهوب ان شاء الله، زي ما بقول لكم وارد جدا ان الجهاز الفني منتظر طبعا حسم بطوله الدوري ان شاء الله قريبا ويبدا يبدا اللعيبه الصغيرين تاخد دور اكبر، تاخد ثقه اكبر، وكمان يبقى الاستعداد ليه طبعا مباراه الوداد ان شاء الله على اعلى مستوى. فمبروك النادي الاهلي امبارح، ده اللي متعودينه عليك، مبروك كل المكاسب اللي حققناها، وان شاء الله في انتظار كمان نتائج جيده واداء كمان على المستوى، الاداء لازم يكون ان شاء الله في فتره جايه يكون افضل اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. طيب نروح لاخبارنا سريعا، دايما البدايه بتبقى برضو من النادي الاهلي. النهارده ريني فايلر كان متعودين طبعا ان احنا عشان بنلعب مباراه كل 3 ايام فما بنلحقش يعني بننزل التدريبات بعد الماتش على طول، النهارده منح اللعيبه راحه سلبيه من التدريبات لمده 48 ساعه، طبعا زي ما احنا عارفين انه الفريق خاض عدد كبير من المباريات في وقت قليل جدا، علشان كده فضل انه يستغل انه المباراه اللي جايه هتكون يوم الجمعه، يعني فينا اسبوع فدي هتكون مع وادي دجله، فاداهم الراحه دي، راحه لمده يومين، هيعودوا للتدريبات ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي، يعني لا النهارده ولا بكره في تدريبات راحة ان شاء الله. سلبيه طبعا بيستعيد وقت يعني. بيستعيدوا الاستشفاء تاني وبترجع اللعيبه للحاله البدنيه الطبيعيه. كمان امبارح يعني اصابه عمرو السوليه، طبعا عمرو السوليه جاله شد في العضله الاماميه، ومن المقرر ان طبعا تتحدد مده غياب عمرو السوليه خلال الفتره القادمه. طبعا السوليه اكيد من اللعيبه المهمين جدا جدا بالفريق، وان شاء الله باذن الله يعود سريعا للتدريبات والمباريات باذن الله، لان يعني محتاجين اصابات كتيره في النادي الاهلي، محتاجين كل واحد ان شاء الله يكون موجود ويكون سليم 100% لعنة ان شاء الأصابات. الله ان شاء الله خير يعني. سلامات يا عمرو. طيب احنا معانا خبر حلو يهم كل جماهير الكوره المصريه، في خطوات كويسة النهاردة بتحصل أو بتتم من مسؤولي اتحاد الكورة وأيضا من وزارة الشباب والرياضة علشان الجمهور يحضر مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، كمان يحضر الكونفدرالية. علشان كده النهاردة حصل إيه؟ النهاردة المسؤولين في اللجنة الخماسية باتحاد الكورة مع وزير الشباب والرياضة وناديي الأهلي والزمالك كانوا بيبحثوا إمكانية إنه الجمهور يحضر في مباراتي الفريقين بدوري أبطال أفريقيا، ده هيكون بأعداد قليلة صحيح لا تتخطى حاجز 1500 متفرج، لكن كويس كويس يعني في البداية، وإحنا يعني لسه يعني بنقول إحنا لسه بنعيش في كورونا، فده إنه يحصل أو حتى يتم بحثه فده شيء كويس ومطمئن. النهاردة بيبحثوا أيضا شكل توزيعهم على المدرجات هيكون إزاي، اتباع الإجراءات الطبية زي ما احنا عارفين بقى من 5 شهور، كمامات، تعقيم المدرجات، قياس درجة حرارة قبل ما ندخل المباراة. كمان النهاردة كانوا بيتكلموا عن أو اتحاد الكورة يعني كاف كان بيتكلم النهاردة انه استاد الأهلي
والسلام هو اللي هيستضيف مواجهة الأهلي والوداد المغربي اللي إن شاء الله هتكون يوم 3 أكتوبر اللي جاي الساعة 7:30 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. لقاء كمان الذهاب بين الفريقين هيكون بإذن الله يوم المغرب زي ما حضراتكم عارفين يوم 26 من شهر سبتمبر اللي جاي. كمان الفريق الأهلي النهاردة بيستعد لمواجهة الوداد من أجل الوصول للنهائي الأفريقي. بيستعد بشكل كويس قوي، هيلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة الزمالك. طبعا الزمالك هيواجه الرجاء المغربي، فاحنا ان شاء الله مستنيين انه يحقق نتائج ايجابيه ان شاء الله. علشان ان شاء الله كلنا مستنيين هذه المباراه يعني ان شاء الله باذن الله. لكن عوده الجماهير للمدرجات يا رب ان شاء الله تكون خطوه ايجابيه، ويكون المبادره دي مبادره ناجحه جدا، لان زي ما بنقول هو الجماهير هو يعني كره الجماهير، الجماهير هي نمره واحد. واعتقد مباريات النادي الاهلي على مستوى الافريقي والمستوى المحلي لو كان فيها الجماهير الفتره اللي فاتت كنا هنشوف مستوى افضل. لكن ان شاء الله يعني نتمنى ان شاء الله عوده الجماهير سريعا للمدرجات سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي. نروح لنادي الاسماعيلي يا سهام، والنهارده نجح طبعا في استعاده الثقه مره اخرى طبعا بعد الفوز المهم على طنطا يوم الخميس اللي فات في اول مباراه لادهم السلحدار. طبعا ادهم كان المدرب العام، تولى المسؤوليه بعد يعني اقاله جوميز المدير الفني السابق لنادي الاسماعيلي، وطبعا ومحمد محسن ابو جريشه مسؤول النادي الاسماعيلي بيحاولوا دلوقتي ان هم يحافظوا على القوام الاساسي للفريق باي شكل. طبعا عايزين يعملوا فريق قوي الموسم اللي جاي يقدر ينافس على البطولات سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي، عشان كده يعني بيكسب مفاوضات جدا مع التونسي فخر الدين بن يوسف، ده لاعب خط وسط نادي الاسماعيلي. وكان العرض المادي اللي مقدمه الاسماعيلي مش عاجب اللاعب، مش عاجب طبعا فخر الدين بن يوسف. اللاعب طبعا كان موقع لنادي الاسماعيلي لمده 6 شهور على سبيل الاعاره قادما من الدوري السعودي. اللاعب بيتكلم مع النادي الاسماعيلي انه بيفضل التواجد، عايز يكون موجود في الاسماعيليه، لكن عايز كمان المقابل المادي يكون اكبر من السقف اللي عامله مجلس الاداره للاعبين. طبعا اللاعب فخر الدين بن يوسف عاد للقاهرة الأسبوع اللي فات قادما من تونس بعد ما قضى طبعا هناك فترة توقف الدوري بسبب كورونا طبعا منذ ماضي مارس اللي فات، واستعاد الدرويش جهود ثنائي من المحترفين اللي كنا بنتكلم ان هم كانوا غايبين، طبعا الغيني بكيد سالفا والنبيبي بيرسون شيلونجو قبل العوده طبعا عوده العراقي همام طارق. استقر طبعا مسؤول نادي الاسماعيلي على انهاء اعاره الاوغندي باتريك كادو مهاجم الفريق اللي كان طبعا تعاقد معاه في فتره الانتقالات الشتويه السابقه، وغادر طبعا اللاعب البلاد من مارس اللي فات عقاب طبعا يعني بعد جائحه كورونا ما رجعش للقاهره تاني. فمجلس الاداره استبعده او انهى التعاقد معاه بشكل كبير جدا. النادي الاسماعيلي كان بيمر بازمه، اعتقد المباراه اللي فاتت ادت له نوع من الثقه بالنسبه للجهاز الفني الجديد ادهم السلحدار، مش غريب على النادي الاسماعيلي، واحد من اللي لعبه في نادي الاسماعيلي. ونتمنى طبعا التوفيق للاسماعيلي لكل الفرقه المصريه ان شاء الله. هو فريق قوي وقادر على انه يدخل في المنافسه، ولو عمل الصفقه دي وحصل عليها صفقه فخر الدين يعني هتبقى شيء فارق معاه، لانه فخر الدين لاعب مميز ومهاري كبير في تونس معروف، يعني لاعب مميز طبعا يعني فتره الاعاره اللي بيقضيها، لكن مع الاسماعيلي مهم جدا، لكن هو طالب فلوس اكتر ان شاء الله كل التوفيق لمجلس اداره نادي الاسماعيلي. هنشوف الصفقه هتخلص على ايه. المدير الفني المتميز جدا كابتن ايهاب جلال النهارده بيبحث عن انتصار مهم لفريقه مصر المقصه بكره ان شاء الله قدام حرس الحدود، بيستعد وبيستعيد الثقه بعد الخساره في الجوله اللي فاتت قدام وادي دجله. ايهاب جلال اختار 22 لعيب هيسافروا معاه لاسكندريه ويدخلوا في معسكر مغلق النهارده في احد فنادق اسكندريه، بيستعدوا للمباراه زي ما قلنا لحضراتكم اللي مقرر اقامتها بكره الساعه 5 في استاد الماكس ضمن منافسات الجولة ال 23 للدوري. نقول لحضراتكم كده القايمة ضمت مين. مصر المقصة ضمت كل من محمد كوكو، حسني فتحي، أحمد مودي، محمد دبش، عاصم سعيد، أحمد ياسين، عصام صبحي، أحمد محسن، صلاح عاشور، محمد مسعد، ميدو جابر، صلاح ريكو، محمد توني، مصطفى شبيطة، محمد كناريا، محمد إبراهيم، شمال سبيكلي، وأودو موسز، وباولن وافي،
وصلاح امين وعمر مرعي. طبعا تم استبعاد خالد اوتشو للايقاف لحصوله على الانذار الثالث في المباراه الاخيره لمصر المقاصه قدام وادي دجله. والنهارده زي ما قلنا لكم الفريق اتوجه لاسكندريه في انتظار طبعا المعسكر المغلق لحد موعد المباراه اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نروح بقى لاسوان وفريق اسوان اللي طبعا الحقيقه بيقدموا مستويات رائعه متميزه جدا مع الكابتن احمد كشري. طبعا برغم خساره الفريق في الدقيقه الاخيره امام فريق كبير زي بيراميدز بهدفين مقابل هدف، لكن استحقوا فعلا تحيه الجميع واحترام الجميع. الدكتور محمد عبد الغفار طبعا رئيس الجهاز الطبي لفريق اسوان اكد ان اوميد اكري ده مهاجم الفريق كان عنده اصابه بيقول ان هو في طريقه ويعني بيتعالج بشكل مميز جدا وعنده برنامج تاهيلي. موضح ان من المرتقب او من المتوقع ان اوميد اكري جاهز ان شاء الله للمشاركه امام طلائع الجيش في مباراه الجوله 24 من عمر مسابقه الدوري، وان الجهاز الفني رفض المجازفة باللاعب خلال الفترات الماضية حتى يطمئن على جاهزية اللاعب بشكل كامل عقب شفائه طبعا من قطع في إصابة في الرباط الصليبي اللي كان تعرض لها طبعا أوميد أوكري في بداية الموسم اللي جاي. من جهته طبعا أغلق أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان قفل صفحة الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف في الجولة 23، بيركز بشكل كبير جدا جدا على المباراة اللي جاية في الدوري العام اللي مقرر إن شاء الله تجمع ما بين أسوان وطلائع الجيش في الأسبوع 24 يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله على استاد جهاز الرياضة العسكري. أكيد بقى طبعا الكابتن أحمد كشري بيشتغل الفترة ديت على معالجة الأخطاء ما فيش شك، وخاصة الأخطاء الدفاعية يعني بيأدوا بشكل جيد جدا، ولكن في أخطاء دفاعية بيدفع ثمنها، ويمكن في آخر مباراة يمكن خطأ دفاعي أصفر عن خسارته ثلاث نقاط مهمة جدا جدا أمام بيراميدز، كانوا طبعا كفيلين ان هم يحطوه او ينقلوه نقله جديده كمان في جدول الدوري العام. طبعا احمد كشري مدير فني كويس، اسوان كمان ماشي بشكل جيد جدا جدا طبعا. والهزيمه طبعا هزيمه مش حلوه عامه، الهزيمه مش حلوه، لكن لما تتغلب امام بيراميدز 2-1 في الدقائق الاخيره بتبقى مؤلمه شويه، لكن بتبقى عند اللعيبه كمان ثقه والجهاز الفني ثقه انك ممكن ان شاء الله الفتره الجايه يحققوا نتائج افضل باذن الله. الله ان شاء الله. طيب من اسوان لزعيم الثغر النادي العريق الاتحاد السكندري، واحد من اهم الانديه الشعبيه زي ما حضراتكم عارفين، وبيبحث النهارده عن فوز مطمئن، لانه زي برضو ما احنا عارفين انه الفريق ما فازش في اي مباراه بعد ما تم استئنافت بطوله الدوري الممتاز، تعادل مع الزمالك والجونه وحرس الحدود. النهارده كابتن طلعت يوسف المدير الفني للفريق استقر بقى على قائمه الفريق اللي بتستعد للقاء النادي الاسماعيلي ضمن الجوله 23 بكره ان شاء الله في استاد الاسماعيليه. القائمه دي خلت من كل من خالد قمر مهاجم الفريق لظروف خاصه، احمد رفعت برضو تم استبعاده، اسامه العزب للاجهاد، هشام محمد لعدم المجازفه بيه طبعا بعد ما يعني ما اعيد تاني من الاصابه. كمان ايمن غباشي برضو تم استبعاده. قائمه الفريق كالتالي: في حراسه المرمى عماد السيد الزنفولي، عمرو خليل خط الدفاع، اسلام جمال، محمود رزق، عمر الميداني، مروان النجار، السيد سالم، محمود شعبان، صبري رحيل، خط الوسط كريم الديب، نور السيد، يوسف حسن، احمد نبيل مانجا، خالد الغندور، عبد الغني محمد، احمد حجي، احمد راشد، مروان عطيه، في الهجوم رزاق سيسي وايمن غباشي ومحمد الصباحي. طبعا بالرغم من صعوبه اللقاء الا انه كابتن طلعت يوسف نجح في اعاده الروح مره ثانيه للعيبه والابتعاد عن الاثار السلبيه لمباراه حرس الحدود اللي فاتت. صحيح، وكمان الرئيس محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد اتصل بالكابتن طلعت يوسف وقام بدعمه والتاكيد على ثقه مجلس الاداره والتاكيد على استمرار الجهاز الفني في منصبه حتى نهايه الموسم، وطالب طبعا اللاعبين ببس روح يعني الرجوله، دايما بيتكلموا انك لازم تشتغل احسن من كده ولازم يبقى النتائج افضل من كده. وطبعا يعني عندهم مباراه مهمه جدا امام نادي الاسماعيلي، ويطالب طبعا الفريق وجهاز الفريق واللاعبين ان هم ان شاء الله يعودوا بنتيجه ايجابيه. نروح بقى لاخبارنا العالميه، والنهارده طبعا اعلن نادي اي سي ميلان الايطالي استمرار السويدي ابراهيموفيتش. طبعا نشرت الحسابات الرسميه للميلان فيديو لابراهيموفيتش وهو بيوجه رساله واضحه وقال انا مش هنا علشان اكون تميمه للفريق لكن لمساعدته على تحقيق اهدافه. ابراهيموفيتش زي ما احنا عارفين
اتمنى طبعا اكيد ان الجماهير ترجع تاني للمدرجات، ويوجه لهم رساله بان نادي ميلان محتاج الجماهير ودعمهم. طبعا ابراهيموفيتش كان مثير شويه للقلق الاسبوع اللي فات، كان يمكن عمل تويته او نزل فيديو اوضه ضلمه شويه أيوة. وعليها انوار، لان النهارده اعتقد بيقول ان هو موجود أمره. موجود في ميلان الموسم اللي جاي، وكمان يعني كل الناس بتطالب عوده الجماهير تاني للمدرجات. هو لعيب مزاجي، فانت ما تقدرش تقول هيعمل ايه بعد شويه، بس النهارده يمكن من خلال التويته دي يعتبر حسم موقفه، وما نقدرش ننكر انه لعيب مهاري. لا طبعا وفرق مع فريقه ووصل المركز السادس، فابراهيموفيتش يعني قوي برضه يعني، وواثق من نفسه، قال لك انا مش معاهم كتميمه، انا جاي افرق في تحقيق النتائج. لا طبعا جاي يساعد اكيد ان شاء الله. النهارده رابطه الدوري الاسباني كان ليها بيان، البيان ده قالت فيه انه عقد ميسي، العقد بتاعه مع برشلونه بيتضمن شرط جزائي مفعل. البيان بيأكد انه ميسي مش هيمشي مجانا، ومش هيتم فسخ عقده، وبالتالي الوضع معقد جدا، لان اي نادي عاوز ميسي النهارده لازم يدفع الشرط الجزائي. متخيل بقى الشرط الجزائي قيمته كام يا كابتن هاني؟ 700 مليون يورو. طبعا 700 مليون هو طبعا الفتره اللي فاتت كان في محاولات من اعتقد من ميسي ومدير اعماله ان هو يقول ان هذا الشرط الجزائي سقط في يونيو اللي فات، ولان احنا عارفين 10 يونيو اللي فات، لان طبعا كان متوقع نهايه الدوري هناك يوم 10 يعني، ولكن طبعا مع ظروف كورونا وكان في جدل شويه في جدل في الموضوع ده الانتقال، وهل فعلا الانتقال هيكون فري او ترانسفير فري يعني بدون مقابل، او هيكون بهذا المبلغ الهائل اللي 700 مليون يورو. النهارده طبعا بيصعب الامور على اي نادي، يعني اي نادي مهما كان السبونسر ومهما كان مالكه مبلغ كبير، بتتكلم 700 مليون يورو، غير كمان عقد ميسي، كمان عقد خرافي برقم تاني خرافي. فهنشوف ان شاء الله الفتره اللي جايه هنشوف فيها ايه. اجتماع مهم طبعا هيكون يوم الخميس في رابطه الانديه الانجليزيه، في طبعا نادي ليفربول مصمم انه يتعمل تصويت على استمرار التغييرات الخمسه اللي طبعا حطته المسابقه في اثناء كورونا اللي كان معمول بالموسم ده بسبب طبعا الكورونا، لكن طبعا في انديه معترضه كتير على استمراره. ليفربول مصمم ان يكون في خمس تغييرات، وطلب تصويت بعض الفرق معاه يوم الخميس اللي جاي، وبتزعم طبعا الانديه كلها انه يكون في تصويت لهذا القرار. وبرضه عشان نتكلم بكل امانه، هيكون في شيء نوع يعني، احنا كنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلنا معظم الانديه اللي في وسط الجدول واخر الجدول كانت معترضه بشده على هذا القرار، لان بتقول انتوا يعني كل الفرق المقدمه بدايه من ليفربول، المان سيتي، مان يونايتد، كلهم عندهم قائمه، كلهم نجوم كبار، فانت لما تدي له خمس لعيبه تغييرات، وبالتالي بتكون على حساب شويه الحاله الفنيه لبعض الفرق اللي هي في وسط الدوره المؤخره. فاعتقد يعني انا شايف ان هيكون فيها ظلم شويه، هي بتثري شويه من الدوري، لكن اعتقد ثلاث تغييرات مناسبه جدا، وبتدي نوع من مش مع الخمسه انت كمان؟ لا اعتقد لا، مش مع الخمسه. اولا هيبقى في زي ما بنقول الفرقه اللي عندها قوام كبير جدا من اللاعبين والنجوم تقدر تعتمد عليهم، تعتمد على النجوم. لكن الفرق، في بعض الفرق بتعتمد على 14 15 واحد، فهيكون نوع من شويه من الظلم، ومش هتبقى فير قوي انك تغير خمس لاعبين على حساب الفرق الثانيه. فهنشوف التصويت يوم الخميس ان شاء الله هيسفر عن ايه. عموما احنا لسه مع الاخبار العالميه، وهنروح لاحمد حسن كوكا. احمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر اللي كان على موعد مع نهائي كاس اليونان مع فريقه او بين فريق اولمبياكوس ومنافسه ايك اثينا، بيبحث عن تحقيق اللقب الثاني له الموسم ده بعد ما فاز مع فريقه بالدوري اليوناني، بس فيروس كورونا طبعا كان له راي اخر. هنشوف التقرير ده ونرجع نكمل. بينما ينتظر أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر نهائي كأس اليونان بين فريقه أولمبياكوس ومنافسه آيك أثينا، جاء فيروس كورونا الذي أصاب ثلاثة لاعبين في صفوف بطل الدوري اليوناني ليؤجل المباراة. كوكا الذي توج بالدوري اليوناني الممتاز في الموسم الماضي مع أولمبياكوس معار من سبورتينغ براجا البرتغالي،
ويعيش الآن حالة من الاستقرار بعد انتقاله نهائيا للبطل اليوناني لمدة 3 مواسم. وبعد تتويجه بالدوري حصل كوكا على جائزة أفضل لاعب في نهائيات الدوري اليوناني، وينتظر المنافسة على الكأس بعد تحديد موعد جديد للنهائي. بقول أولا مبروك لكوكا، أحمد حسن كوكا من اللاعبين المميزين يمكن على مستوى المنتخب، يعني نقدر نقول حظ وحش شوية، ما كانش يعني ظهوره بشكل جيد مع منتخب مصر، لكن يبقى أحمد حسن كوكا من اللعيبة المميزة جدا، بيأدي أداء رائع جدا الموسم ده، من هدافي الدوري اليوناني، وطبعا نتمنى له التوفيق الفترة اللي جاية والخطوة اللي جاية. أكيد تقدم أحمد حسن كوكا وكل محترفينا في الخارج ده بيعود بشكل إيجابي على منتخبنا القومي. زي ما احنا متعودين دايما في البيت الكبير عندنا، طبعا معانا هيكون دايما اسطوره، اسطوره اهلاويه النهارده، ولاجل الصدفه كان انا على مستوى الشخصي قابلت اسطورتنا النهارده، وحرصت ان انا اتصور معاه بشكل خاص، لانه فعلا مثل اعلى لي مش ليا بس لكن لجيل كامل، كان النهارده الكابتن مصطفى عبده. كابتن مصطفى عبده النجم الرائع الذي طبعا حقق العديد من البطولات والانجازات للنادي الاهلي والمنتخب القومي، صاحب المهارات والسرعات، تقدر تقول زي ما انت عايز تقول الكابتن، نقدر نقول الجناح الطائر الكابتن مصطفى عبده، من احد اساطير النادي الاهلي اللي ان شاء الله النهارده هيكون معانا. والزميل الزميل طبعا يعني ان شاء الله منتظرين كلنا كلنا منتظرين الكابتن مصطفى ان شاء الله، والجماهير كلها منتظره الكابتن مصطفى عبده في البيت الكبير، بس يعني برنامج خاص بيه طبعا في قناه النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن مصطفى عبده كده زي ما كابتن هاني قال، نجم من النجوم الكبار في النادي الاهلي ورمز من رموز القلعه الحمراء. هنشوف التقرير ده عنه، وبعد التقرير ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل بقى الفقره اللي جايه مع كابتن هاني وضيوف. اتفضل. شهدت الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية التي تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ، فلا يمكن أن تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة أسماءهم، بفضل الأداء المهاري والرجولي الذي قدموه على مدار تاريخهم داخل المستطيل الأخضر. ومن بين هؤلاء العمالقة مجري القلعة الحمراء ومنتخب مصر السابق مصطفى عبده. ولد مصطفى عبده في 10 يونيو عام 1953 بالقاهرة، وانضم لناشئي الأهلي تحت 17 سنة عام 1970، ثم لعب للفريق الأول بعد سنة واحدة، وكانت أولى مبارياته مع الفريق عام 1971 أمام منتخب دبي ودية باستاد مختار التتش، ونجح في إحراز هدفين ليفوز الأهلي بثلاثية نظيفة. أما على المستوى الرسمي فقد شهد استاد الإسكندرية أول مباراة رسمية لمصطفى عبده مع الأهلي، وكانت في بطولة الدوري العام في شهر أكتوبر عام 1972 أمام الأولمبي، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ليبدأ المجري رحلة من الإبداع والتألق في قميص المارد الأحمر. قضى نجم الأهلي السابق 17 عاما في الملاعب، وخاض مع الأهلي نحو 300 مباراة سجل خلالها 51 هدفا.
وتوج خلال هذا المشوار مع الأهلي بعشر بطولات للدوري بالإضافة إلى الفوز بكأس مصر 5 مرات. وقارية نال بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 3 مرات وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري 1 مرة. ومع منتخب مصر سطر مصطفى عبدو أعظم الإنجازات بعد أن اختاره المدرب الألماني ديتر كرامر ضمن تشكيلة الفريق الذي خاض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1974 بالقاهرة، ولعب أيضا في بطولات أمم إفريقيا أعوام 76، 80 و84 وأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984. وبعد اعتزال مصطفى عبدو اتجه إلى العمل الإعلامي في مجال كرة القدم، فعمل في عدة قنوات رياضية وقدم أكثر من برنامج رياضي. أما عن سر لقب المجري فقد أطلقه عليه شيخ النقاد الرياضيين نجيب المستكاوي نسبة إلى القطار السريع الذي دخل مصر عام 1967 من دولة المجر، وذلك نظرا لمهاراته العالية وسرعته الفائقة وتمريراته العرضية المتقنة.